هل يتحول حلم القطار المغربي إلى واقع؟ بخطى حثيثة تمضي الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي نحو استكمال مشروع القطار المغربي، الحلم الذي أحيا آمال شعوب المنطقة بوحدة مغاربية تحقق لهم الازدهار والرفاه. ويجري حاليا التحضير لإطلاق حملة ترويجية وإعلامية لاستقطاب مستثمرين لتمويل هذا المشروع الكبير، وأعلنت الأمانة العامة للاتحاد هذا الأسبوع طلب عروض لتعيين مستشار مهمته إنجاز الدعاية والترويج للدراسة المتعلقة بالجدوى الاقتصادية للمشروع والتواصل بشأنها مع البنوك العالمية والشركات الدولية وشركات القطاعين العام والخاص. ويرتقب أن تحتضن تونس نهاية مارس المقبل جلسة حوارية تجمع أمانة الاتحاد والمستثمرين من أجل تعريفهم بالمشروع وحشد الموارد المالية اللازمة للتحديث وتأهيل خطوط السكك الحديدية لربط 3 دول في مرحلة أولى هي المغرب والجزائر وتونس بقطار مغاربي. وكانت الأمانة العامة للاتحاد أبرمت عقدا سنة 2017 مع مجمع شركات ميديفكو إيطاليير كوميتي لغرض إعداد دراسة خاصة بجدوى تحديث وتأهيل بعض مقاطع السكك الحديدية بمبلغ 1,700,000 دولار. وشملت الدراسة نحو 2,350 كيلومترا، وتهم تحديث المقطع السككي من الدار البيضاء إلى تونس مرورا بالجزائر. ويتعلق الأمر بتحديث خط السكك الحديدية بين فاس ووجدة على طول 354 كيلومتر، وتحديث الخط السككي بين وجدة بالمغرب والعقيد عباس بالجزائر وجندوبة بتونس، وتحديث وتأهيل المقطع السككي بين جندوبة بتونس والجديدة بتونس أيضا على طول 150 كيلومتر، إضافة إلى إحداث خط جديد للسكك الحديدية بين عنابة الجزائر وجندوبة التونسية على طول 110 كيلومتر. مشروع القطار المغاربي الذي يتوقع أن يكلف 3,875,000,000 دولار أمريكي سيمكن من تشجيع التبادل التجاري بين بلدان المغرب العربي وتحقيق حرية تنقل الأشخاص والخدمات والسلع، حسب ما أوضحه نور الدين عمر المختار منسق الدراسة في لقاء مع الجزيرة نت. وأضاف أن هذا المشروع سيشجع السياح بين بلدان المنطقة وسيمكن من تقليص مدة السفر بين البلدان المغاربية وتخفيف نسبة حوادث الطرق وتقليص نسبة الغازات المنبعثة من وسائل النقل العمومية. وكان المجلس الوزاري المغاربي للنقل وقع في دورته 15 المنعقدة في تونس 2014 اتفاقية تعاون في مجال النقل السككي بين دول اتحاد المغرب العربي بهدف تعزيز وتسهيل نقل الأشخاص والبضائع وتنشيط التبادل التجاري بين البلدان المغاربية. وتوقعت دراسة الجدوى حركة نشيطة بين بلدان المنطقة في حال تم إنجاز المشروع، وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجزيرة نت فإن التوقعات تشير إلى تنقل 4,690 شخص يوميا على متن القطار المغربي، ونقل 4,236 طنا من البضائع عبر الخط السككي الجزائر تونس من عنابة إلى جندوبة في سنة 2025. في سنة 2040 تشير التوقعات إلى أن المسافة نفسها ستشهد تنقل 6,800 مسافر ونقل 8,400 طن من البضائع يوميا مقابل 12,000 مسافر و22,000 طن من البضائع في سنة 2065. وبالنسبة للجزء المغربي الذي يربط المغرب مع الجزائر تتوقع الدراسة أن يتنقل عام 2025 عبر هذه المسافة 36,000 مسافر يوميا ونقل 22,000 طن من البضائع في اليوم. في سنة 2040 سيتنقل عبر خط المغرب الجزائر المغرب 529,000 مسافر يوميا وستنقل 42,000 طن من البضائع، في حين تحدثت التوقعات لسنة 2065
عن تنقل 93 ألف مسافر يوميا ونقل 109 آلاف طن من البضائع. وتحدث منسق الدراسة عن إيلاء الدول الأعضاء في لجنة الإشراف اهتماما لتنفيذ هذا المشروع، وتجلى هذا الاهتمام من خلال حضور ممثلي دول المغرب وتونس والجزائر اجتماعات لجنة الإشراف خلال مراحل عملها. وأضاف أن دراسة جدوى المشروع ستعرض قريبا على المجلس الوزاري المغاربي للنقل، وكذلك مجالس وزراء الخارجية، مشيرا إلى حصول اتفاق داخل لجنة الإشراف على تمديد الدراسة لتشمل ليبيا وموريتانيا. ويرى رئيس جمعية أمل للمقاولات الطيب أعيس أن المنافع الاقتصادية لمشروع القطار المغاربي لا تحصى، ففي نظره لا يمكن لأي اقتصاد في العالم أن يتقدم دون تقوية البنى التحتية. وأشار في حديث للجزيرة إلى أن التبادل التجاري البيني في المغرب العربي أقل من 3%، في المقابل تصل هذه النسبة في الاتحاد الأوروبي إلى 70%. لذلك يؤكد أن حرية تنقل المسافرين ونقل البضائع من خلال مشاريع مثل القطار المغاربي أو طريق السيار المغاربي من شأنها أن تحقق الرفاهية لدول المنطقة. ويعتقد الخبير الاقتصادي أن المصالح الاقتصادية عليها أن توجه المواقف السياسية وليس العكس، لافتا إلى الدعوة التي وجهها المغرب للجزائر قبل أشهر من أجل فتح الحدود وتطبيع العلاقات بين البلدين. وأكد ضرورة إعطاء إشارات سياسية إيجابية من أجل تشجيع المستثمرين على تمويل مشاريع القطار المغاربي، فبحسبه لا يمكن للشركات أن تستثمر في مشروع قد تعطله السياسة. القطار المغاربي، جواز سفر موحد وعملة موحدة وحدود مفتوحة، تلك أحلام شعوب المنطقة التي تنتظر بصبر من صناع القرار أن يحولوها إلى واقع. ولسان حالهم يردد ما قاله الشاعر الجزائري محمد الأخضر السايحي قبل نحو 30 سنة في مطلع نشيد اتحاد المغرب العربي: حلم جدي، حلم أمي وأبي، حلم من ماتوا وحلم لحق بي، فانشروا رايته خفاقة وارفعوها فوق هام السحب، واهتفوا يحيى الاتحاد المغربي العربي.